خبز هندي. خبز هندي. ايوه. شو تسوي؟ احنا ضغطها بالخبز الثاني تنتفخ. طبعا ما يقدر يلبس كلابسة. ليش؟ لان الصاج حار. تصق فيه قال الله. شيل شيل فوق شيل فوق. شو. بلا فرن بلا خار. ما بدون فرن بدون شيء على صاجة. طيب ايش مكونات هذا عجينة؟ هذا عجينة ايش ركبين انت؟ هذا طحين بور. ركب بور. طحين بور. هذا طحين ابيض. يخلط بور مع ابيض. طيب. بعدين ركب موية. بدون ملح بدون سكر بدون شيء. شي. بدون خميرة. ايوة. بس ركب ميل وركب موية. سوي كذا كذا. عجينة. طيب. خلي بعدين كم اذا عجنتها. ما في انت مجال. على طول. على طول. على طول. احسن. اصلا ممكن تسوي 10 دقيقة خلي اصلا يجي كذا كذا. يا سلام. يقول لازم تكون شفتوا شلون اللي قوامها تكون ثقيلة. بعدين يمثلها هنا. وبعدين يفردها هنا. كذا شفتوا يفردها على الطحين الابيض بالفرادة العادية. ويفردها على شكل دائرة لف لف. هذا دقيقة ابيض. طبعا الصاج على نار عادية. اصور لكم خلنا نقلب الجو. شوفون على نار هادية. سلام. وهذه الخبزة طبعا اول ما تبدأ تشقر مع الاطراف ايش سوي؟ جيب خبز ثاني ركب فوق صح؟ ايوه. يلا الحين ولا؟ لا باشو. يلا بيقلب قلبة ثانية. اظن هذا يجي طعم كويس. يلا. شفتوا؟ بدأ التنفخ مع الجوانب. قبل تخلص السناب يلا. هذا كده السوق هذا نطبق كويس بعدين نسوي اغلو. يقول اذا شقرت هذا خبز فوق تضغط يقول الخبز الثانية صويا صويا حر حط على شكل دائرة. شوف ايوه 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 خلاص يلا وفر الله.